اهلا بحضراتكم من جديد. انضمنا في الاستوديو خماسي المنتخب، خماسي النادي الاهلي اللي طبعا السنه دي ومع زملائهم في الفريق يعني كسبوا البطولات كلها. 2001 في النادي الاهلي كسبوها جميعا بدون ولا خساره، وكان اقل فرق كان ب 10 نقاط مع المنافس نادي سبورتنج. الحقيقه كان لازم نستضيفهم، لازم نحط الضوء عليهم، لازم نعرف طموحاتهم احلامهم، خاصه ان هم في سن مهم جدا ان احنا نركز عليه، لان بعديه بسنه او اتنين هنشوف اللعيبه دي في الفريق الاول والمنتخب مصر الكبير. رحب بيهم واحد واحد. ابتدي بمحمد، محمد الطبجي اهلا بيك، منورنا يا محمد. يمكن كمان ارحب بيوسف المعداوي، منور الاستوديو. يوسف لهيطه اهلا بيك، منورنا. وكمان معانا عمر طارق، اهلا بيك عمر. ومعانا كمان مؤمن، اهلا بيك منورنا. الحقيقه يعني ابتدي بمحمد. محمد كسبنا كل ماتشاتنا الحمد لله مع الاهلي، رحنا افريقيا كسبنا بس خسرنا الفاينل وطلعنا كاس عالم. اكيد الجيل ده مش موضوع فني بس، اكيد انت شايف التميز ده، هل هو فني ولا حاجه تانية غير فني؟ لا هو الحمد لله هو التميز ده من فني، وبرضه احنا كل واحد بيشتغل مع نفسه بره وبينزل يشوف الحاجه اللي ناقصاه وكده برضه، فعشان كده ده عشان كده مستوانا عالي وقدينا الفتره اللي فاتت دي الحمد لله. يعني انت على سنك الصغير ده برضه خلي بالك، السن الصغير ده بيبقى عنده مشكله ما بيحبش الفتنس، خلينا نتكلم بامانه. ما ده حقيقة. يعني بس انت بتضحك. انا اصلا كنت لعيب زيكم عارف. فانتوا طب انتوا عشان يعني هل التدريب البدني الحاجات دي انتوا حابينها وبتشتغلوا على نفسكم ولا لا؟ هو احنا الصراحه احنا الفتنس عندنا يعني ما يفرقش عن باسكت، احنا التمرين موجود عندنا بنأدي جامد وكل حاجه عشان عايزين نوصل، عايزين نحقق حاجه مع النادي وعايزين نوصل منتخب ونحقق. فاحنا بالنسبه لنا يعني في ناس بتكره الفيتنس وكل حاجه، بس احنا برضو حتى لو بنكرهه بننزل لادي نتمرن جد وكل حاجه. صحيح. وبتهيألي الحته دي فادتكم في افريقيا شويه ولا يعني يمكن هو بس مالي شويه؟ انت عارف الدول دي اكيد بيزوروا ساعات. يعني انت حتى اشتكيت حتى لو تزوير هم كمان في مالي والدول دي هم الفيتنس عندهم عالي جدا عننا. صحيح صحيح. فاحنا برضو حوار الفيتنس وكده هو فادنا، بس يعني مش مع مالي ما كانش الاول الصراحه. ما كانش ده السبب الرئيسي. طب يوسف يعني انت يعني برضو انتوا كنتوا جيل طالع مع بعض، يعني انتوا وانتوا صغيرين ماشيين طبعا من 7 سنين، من اول 9 سنين بداتوا 10 11 12 لغايه ما وصلتوا، كنتوا بنفس القوه دي كجيل ولا الطفره دي حصلت بس في 16 سنه؟ لا هو يعني احنا طبعا احنا بيبقى نبدا من الصفر، فاحنا يعني مع كل سنه كل واحد بيتطور. كنتوا بتحسنوا؟ فبنتحسن. فيعني لما وصلنا على 14 كنا بدانا يعني كل واحد قدراته بتظهر، لما وصلنا 16 في فروقات تانية، يعني في ناس بتنزل تتمرن لوحدها جيم، فيتنس، جري، شوت، برايفت، بيعمل كل حاجه لوحده. فلما كل واحد اشتغل مع نفسه بقينا كلنا كفرقه واحده كويسه. صحيح. فبدانا يعني نبدا يعني هو بدانا ان هو خلاص بقينا احنا كلنا كويسين. علمك انت بتقول كلام مهم جدا. فالفرقه كلها بقت كويسه. فيعني بدانا قدام اي فرقه بالنسبه لنا فينا بقت لما نيجي نكسب نبقى مش صعب علينا، ان احنا جاهزين نجري، نفسنا كويس، واخدين باسكت كويس، واخدين شغل كويس. انت بتقول كلام مهم جدا، خد بالك انت بتقول ان كل واحد اشتغل لوحده. لما جينا جمعنا الفرقه الفرقه عليت. بالظبط. يعني ده كلام برضو نصيحه، انت قلت كلام ما بين السطور للاولاد الصغيرين اللي بيشوفونا، لازم كل واحد يشتغل على نفسه. طب انت على المستوى الشخصي اشتغلت على نفسك ازاي؟ ما طبعا كنت بشتغل لوحدي فيتنس، وبنزل جيم، وبنزل اشوط، وبشتغل برايفت لوحدي لغايه ما بشوف ايه اللي ناقصني اشغله، ناقصني نفس اجري كويس عشان ناقصني جيم، بشتغل جيم على رجلي، جسمي من فوق ضعيف العب جيم من فوق كده. طيب مين المدرب اللي شايفه انت كيوسف اثر فيك وحطك بشكل كبير على الطريق الصح؟ هو طبعا انا يعني بشكر كل المدربين اللي دربوني، بس يعني اكتر ممكن يكون اكتر 3 مدربين يعني انا بشكرهم، ويعني مش قادر اقول اكتر، يعني هقدر اقول هو كابتن حسن الدعم وكابتن احمد الجرحي وكابتن فادي هاني. اثروا فيك جامد وكان ليهم دور كبير معاك. كابتن فادي كان معاك في المنتخب، وكابتن احمد الجرحي في 16، وكابتن حسن الدعم ده يمكن هو المدرب البرايفت اللي كان بيمرنك. صحيح. كويس ان انت عارف ان في مدربين اضافوا لك، لان الحقيقه مع السرعه اللي احنا شايفينها دي اللعيب بقى بينسى حتى مين اللي كان ليه فضل عليه. طبعا يعني وكمان ما اقدرش انسى كل المدربين اللي دربوني، اذا كان كابتن ماجد او كابتن ياسر غريب او كابتن ياسر ابو فتوح. صحيح. او كابتن علي هاشم، كل المدربين اللي عدوا عليا كويسين جدا. صحيح. وكابتن اسلام الكلاني طبعا مدربي في ال 14، كل الناس كويسه. دي لقطات بتهيألي من بطوله افريقيا اللي فاتت يا جماعه، ماتش مصر ومالي في الفاينل، يعني كانت بطوله مهمه، تاهلتوا كاس عالم. يعني اروح ليوسف ليتا، يعني شايف البطوله دي كانت ازاي يوسف؟
يعني بطولة افريقيا دي كل اللي فاتت دي شفتها ازاي؟ دي كانت اول مره لينا نسافر افريقيا، وكانت طبعا احنا ما كناش اتعودنا على جو زي كده قبل كده، بس هي كانت دوره مهمه جدا بالنسبه لنا، لان احنا كنا مطالبين ان احنا نروح ناخد مركز هناك اول، وكانت طبعا صعبه بالنسبه لنا برضو ان هي كانت اول مره طبعا، بس وكنا طبعا كنا مركزين جدا على ماتش مالي، وعملنا ارقام كويسه في اول البطوله، عملنا كام ماتش كويسين وكنا بنكسب فروق عاليه، يعني كنا نوصل لغايه ال 100 وكنا ساعات كمان بنعدي ال 100، فكانت الماتشات كانت سهله في الاول. حاسس ان احنا كمصريين في السن ده فارقين عن افريقيا؟ لا طبعا ساعات بنبقى فارقين، وساعات بيبقى فيه طبعا اجسام جنبنا بس طبعا بتفرق عن باسكت عن باسكت. بس خليني اقول لك حاجه يا يوسف، السننا ده لغايه 17 سنه مصر بتبقى هي المتسيده، ولكن للاسف ما بنكملش لان ما فيش تخطيط. يعني ما بيبقاش في تخطيط مستمر للجيل، يعني انتوا جيل كويس ممكن نتبناه لغايه ما نوصله للفريق الاول. احنا في مراحل الناشئين كلنا بنكون افضل، ولكن على مستوى الدرجه الاولى للاسف، يعني انت لسه ان شاء الله المستقبل قدامك، انت هتحس ده. بس خليني اتكلم في ماتش مالي، انت حسيت يعني ان فرق البدني رهيب؟ يعني احنا شايفين حتى اجسامهم البوينت جارد او صانع الالعاب بتاعهم قصير شويه، يعني برضو اجسامهم مش بعيده عنا قوي، يعني يمكن رقم 11 هو بس اللي شويه طويل، بس يعني ما كانش، يعني كنا ممكن نجيب الماتش، ولا ايه رايك؟ كان ممكن نجيب الماتش طبعا، بس احنا ما كناش موفقين في الشوط شويه، وكنا برضو عملنا كميه فاولات كتير، وهم كنا مقصرين في الديفنس. كان شويه هو ده طبيعي، عدم توفيق ده بيبقى يعني بيصادف، خاصه انتوا لسه سنكم صغير، بس ان شاء الله هيبقى لكم شان كبير. يعني يمكن اروح لعمر برضو، عمر يمكن البطوله دي بتفرق معاك، اللي بتبقى اول بطوله افريقيه بتبقى لسه، استفدت منها ايه؟ يعني انت كاول مشاركه على المستوى الدولي افريقيا استفدت ايه؟ استفدت خبرات كتيره جدا. زي مثلا يعني في حاجات مثلا في فاست بريك لازم ممكن تعمل او ما تتعملش، مثلا في السيستم اللي احنا بنلعبه ده، لا يعني في حاجات الكوتش بيقول عليها لازم نعملها في اوقات معينه، دي ممكن تفرق كتير. تركيز لازم يكون، لازم نركز برده في الديفنس برده، استفدت حاجات ان هو لازم الديفنس يبقى بقوه. صحيح، ويعني مثلا في مصر الديفنس بيبقى مختلف، ممكن الحكام يحسبوا فاولات، صحيح، بس بره يعني بيسيبوا اللعب شويه، كده يعني واخد راحته شويه. صحيح، فبيبقى في فرق كده برضه بدني في الديفنس وكده، فلازم برضه يعني نتعود عليه في مصر عشان لما نروح افريقيا والكلام دوت نبقى نعرف نشتغل يعني هناك. طب انت يعني مين ماسك الاعلى شايفه ونفسك تبقى زيه؟ في مصر ولا؟ في مصر وبره، اديني الاثنين. هو في مصر في مثلا كابتن ابراهيم الجمال، طبعا لاعب الفريق الاول لكره السله في النادي الاهلي ولاعب منتخب مصر طبعا. مين كمان؟ الصباغ. الصباغ في بقى في الـ انت NBA. شكلك بتحب تلعب 1 ان 1. شفت بقى، جبتك على طول، بتحب تلعب واحد على واحد. لان هو اللعيبه دي عندها ال 1 ان 1 عالي جدا، فانت طالما قلت اللعيبه دي يبقى انت بتحب تلعب 1 ان 1. يلا كمل، قول لي مين تاني بره مصر. بقى في الـ NBA بقى في كايري ايرفينج. كايري ايرفينج في اوروبا بقى ساب كابيليرز اهو، ماشي اهو اللي حصل. مين تاني في بقى اللي هو ميلوس تيودوزيتش بتاع صربيا؟ صربيا اتنقل دلوقتي، راح الام بي راح الام بي. ده عالي قوي بصراحه، بس شويت هيتعبك شويه، محتاج شوت. ربنا معاك ويوفقك يا رب. مؤمن يعني قول لي برضو، انا عايز اتكلم على كاس العالم، انتوا تاهلتوا كاس العالم 2018. على فكره كاس العالم ده فيصلي بالنسبه لكم، لان انتوا داخلين على جامعه، ففي ايجنتس كتير بتبقى قاعده بتتفرج ومحتاجين لعيبه. شايف كاس العالم ده فرصه ليك ولا لا؟ فرصه خبره لينا كلنا. هم طبعا كباسكت هم احسن مننا، بس احنا برضو بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نعمل حاجه وحاجه كويسه فيها. يعني احنا كان اخر متهيألي اخر مركز مصر خدته كان 11 تاسع، لا في تاسع تاسع تاسع. كم احنا املنا ان احنا نعدي طبعا الرقم ده ونعمل رقم جديد بالنسبه لمصر طبعا، وربنا يكرم ان شاء الله. طب انت يعني اكيد طموحات كويسه ان انت عايز تحقق وعايز تعمل حاجه كويسه مع منتخب مصر، بس انت عندك سنه لازم تشتغل، يعني لازم تقوي نفسك. شايف السنه دي انت على المستوى الفردي محتاج ايه؟ طبعا فيتنس شويه. لا ده فيتنس كتير، يعني كلكم في السن ده محتاج فيتنس كمان واكتر، عشان نبقى كمان نفس المستوى معاهم في كجسم او كقوه. طبعا اشتغل طبعا ديفنس اكيد جدا، لازم نتمرن ديفنس، ازاي نوقف ده، ازاي واحد مهم في ده نوقفه ازاي كده. طب وطبعا ده المستوى الفيتنس، طبعا محتاج نسبه شوتنج اعلى بتهيألي، محتاج تمرين لوحدك كتير، محتاج تصحى بدري تشوت، ولا انت شايف ده ازاي؟ طبعا لا انت لعيب شويت كمان، يعني
محتاج تعلي اكتر واكتر. طبعا المفروض يعني كل حتى انا واصحابي يعني لازم ننزل كلنا نشوط كلنا، كل واحد لوحده وكل واحد يهتم بنفسه، علشان لما يكون الفردي حلو، لو انت فردي كويس صحيح. مع الجماعه كلنا لسه يوسف كل بيقول لما بيبقى الفردي يعني كويس اكيد ما لما تنضموا مع بعض كفرقه بيكون يعني المستوى اعلى. طب انت شايف ان احنا يعني النادي الاهلي اكيد ساعدك طبعا، ساعدك ازاي؟ يعني انت شايف القطاع الناشئين على فكره في النادي الاهلي قوي جدا، ساعدك ازاي يوصلك للمرحله دي؟ طبعا كل المدربين اللي مروني، كل مدرب فيهم اداني خبره وانا بشكرهم كلهم طبعا. كل واحد اداني خبره فيها انا اتعلمت فيها ونميتها وطورت من نفسي، والحمد لله بقت احسن بكثير. ان شاء الله تبقى احسن واحسن، لان انت يعني اكيد لعيب كويس، واخواتك كمان كانوا بيلعبوا في النادي الاهلي فاكيد طبعا انتوا كعيله يعني مقصرين واخدين سكه الباسكت سكه كويسه. طب ارجع لمحمد، يعني دلوقتي احنا عندنا كاس عالم، ممكن يكون الاعداد عندنا رجعت النادي بتاعك شغل، ممكن يكون التمرين مش هيبقى بالقوه الكافيه ان انت عايز تظهر بيه في كاس العالم، محتاج تشتغل فتنس لوحدك. عندك الامكانيه ان انت تجيب مدرب يمرنك؟ عندك الرؤيه دي ولا بتسيب الموضوع للنادي وخلاص؟ لا، هو انا بتمرن مع النادي فيتنس وكل حاجه، وبنزل جد، وبرضه بزود على نفسي من بره، بطلع بره النادي وبتفق مع مدرب وبنزل وادي كمان معاه. انا عايز اعلى مستوايا وعايز ادي في كاس العالم. يعني الحته دي في دماغك؟ ايوه. يعني انت محتاج طبعا تعلي، عندك ويلنج ان انت تطلع جامعه ولا لا؟ ايوه نفسي. اكيد. انت في سنه كام دلوقتي؟ انا دلوقتي ثانيه سنه. تاني سنة، وانت بتهيألي بتلعب يعني بتهيألي يعني أربعة يا صح؟ تلعب بوزيشن أربعة. أربعة. محتاج طبعًا أكيد تعلي الفاندمنتالز، محتاج الدريبلينج، محتاج الحاجات دي كلها تزيد معاك، لأن بره الأربعات بيلعبوا زي الوينجات بالظبط. ما أنا عارف، ما عشان كده بنزل كل يوم، بنزل الصبح أنزل أتمرن وأنزل أشوط وأعلي الدريبلينج كل حاجة، بنزل حاطط في دماغي إن أنا عايز أوصل وعايز أدي. صحيح. فهو عايز اعلى كمان مع فريقي، وعايز اوصل للمنتخب، وعايز اوصل النادي الاهلي ان احنا ناخد مراكز حلوه ونحقق حاجات ان شاء الله. فعشان كده بنزل وبجي على نفسي وبخش وبتمرن جامد. طب قول لي في الفرقه اكيد ليك لعيبه في نفس مركزك بوزيشن فور برضو، بتبدلوا بعض، بتنزلوا مكان بعض، الروح عامله ايه؟ هل انتوا يعني مثلا كان خلينا اتكلم بصراحه، هل بتبقى عندك غيره ان انت تلعب، ولا اللي ينزل مكانك هو اللي يلعب؟ يعني كلمني عن الروح ما بينكم بالذات اللعيبه اللي في نفس المركز. وانا يعني هو انا طبعا اي حد اي لعيب فينا بيبقى عايز يلعب وعايز هو يبقى الاساس وكل صحيح. حاجه، بس برضه لازم يبقى الروح موجود عشان الفرقه توصل والفرقه تكسب. فحتى صحيح. لو حد نزل مكاني وهو مش البوزيشن بتاعي، المدرب شايف ان هو ممكن ينزل مكاني، بنزل بشجعه وبخليه يأدي وكل حاجه، وبنزل وبنصحه برضه وكل حاجه. هو يعني ما تفرقش لو فرقه وكل حاجه، لا لازم نكسب، احنا فرقه واحده، بس انا برضه في دماغي ان انا ابقى الاول على الفريق. صحيح. واتمنى لاصحابي كلهم كل خير وزمايلي وكل حاجه، واتمنى ان هم يبقى احسن مني برضه عشان الفرقه. صحيح. برضه انا حاطط في دماغي ان انا ابقى الاول. صح، ده منافسه مشروعه. بس انت قلت كلمه حلوه، انا ما بزعلش وبشجع اللي بينزل مكاني. ويمكن النادي الاهلي بيربي فينا الحته دي، يعني انت في انديه مش هتشوف فيها ده. يعني النادي الاهلي بيزرعوا فيك الحته دي ان انت تنكر ذاتك وتنكر يعني، واكيد انت حسيتها من البطوله، الماتشات اللي كنتوا فيها روحكم كويسه كنت بتكسبوا، ولا انا كلامي؟ لا، دي حقيقه. النادي الاهلي معولنا كلنا ان احنا فرقه واحده وكلنا بنكمل بعض، فاللي هو انا ما ينفعش غير ان واحد نازل مكاني واللي هيبقى احسن مني. صحيح. لو انا لاعب وحش، احنا فرقتنا الحمد لله فرقه متكامله، فاللي هو لو واحد نزل مكاني وانا بلعب وحش فانا بشجعه وكل حاجه، حتى لو انا قاعد على البنش بره وهو في الملعب بحسسه ان احنا معاه من بره كمان، ان احنا فرقه واحده. طب يعني برضو اخد السؤال ده اروح ليوسف. يوسف يعني تحقيقك ثلاث بطولات من غير ما تخسر ومع الفريق ده، وفي بدايتكم يمكن ده اول سن بيتحط عليه السبوت، او اول سن بيبقى ليه منتخب يمثل مصر. شايفين الثلاث بطولات دي يعني، هل ما جيش في لحظه حسيتوا ان انتوا لا احنا اعلى، لا احنا احسن لعيبه في مصر في الوقت ده، ولا الموضوع ده يعني زادكم اصرار ان انتوا تحافظوا على الصوره دي؟ ومبدئيا الحمد لله على ثلاث بطولات. احنا اشتغلنا وعملنا فتره اعداد من اول سنه 16، يعني احنا كنا دايما يعني احنا كنا عايزين نحقق اول سنه 16، بس احنا كان هدفنا من ساعه ما مسكنا اول سنه 16 ان احنا نعمل في ثاني سنه 16 كل حاجه، يعني ثلاث بطولات. يعني ده هدفنا من اول سنه 16، فاحنا اشتغلنا على يعني على الاساس ده وبنينا. فيعني احنا لما اظن احنا يعني انا بتكلم عن نفسي ومثلا ممكن مع يعني الخمسه دول ويعني باقي الفرقه اكيد يعني أكيد نفس الدماغ، ان هو احنا مش هنقف نقط. يعني احنا مش عشان خدنا ثلاث بطولات خلاص، احنا كده خدنا ثلاث بطولات، احنا لسه عندنا 18 ولسه في يعني ان شاء الله لو في حد فينا كمل لسه اكيد عايز ياخد مع الفيرست ومع ال 20. فما اظنش ان هو حد يفتكر ان هو خلاص انا وصلت، مع يعني مع العلم ان في يعني فرق ثانيه
في عناصر فيها احسن مننا، فانا ما اظن هم ما حدش هيبقى بيفكر كده. صحيح صحيح، كلام محترم. يعني انت حتى بتقول ان انا لا لسه عندي، انا ما عملتش حاجه لسه، او احنا لسه ما عملناش حاجه، لا ده احنا محتاجين يعني نشتغل على نفسنا اكتر، لان المشوار صعب. وخلي بالك المنافسه، انت اكيد عارف كل ما بتكبر كل ما المنافسه بتزيد. المنافسه بتزيد طبعا. بالظبط. طب مين ماسك الاعلى يوسف؟ في النادي جوه وبره؟ في النادي طبعا سلعاوي الكبير واسمه ايه ده، وكابتن طارق غنام وكابتن شافعي. سلعاوي الكبير هو كابتن سلعاوي لوس انجلوس وكده؟ لا سلعاوي، سلعاوي ده بقى ده سلعاوي الصغير، خد بالك. خلي بالك الكبير ده اللي هو كابتن محمد سلعاوي عشان بس من ايه من بالظبط. يبقى سلعاوي الصغير. ومين كمان قول لي؟ وكابتن شافعي وكابتن طارق غنام. كابتن طارق غنام. طب بره بقى؟ بره ليبرون جيمس وكيفن دورانت و ديكروز. يا عيني عليك. طب محمد انا نسيت اسالك السؤال ده، قول لي مين مثلك الاعلى؟ في النادي الاهلي انا مثل الاعلى كابتن مصطفى الشافعي وكابتن غنام وبرده كابتن سرعاوي. بره النادي في الام بي اي مثل الاعلى انا عن نفسي كان كوبي براينت، بس اعتزل يعني. اعتزل. بس كوبي براينت ما بيلعبش مركزك. ما برضو انا برضو بحسن من نفسي ان انا برضو لا انا احسن اربعه ممكن ممكن مركزي في المستقبل يتغير، فانا برضو ممكن اشتغل. صحيح، برافو عليك. حاطط قدامي حاجه يعني. لا بس انت اربعه ممكن تلعب ثلاثه، انما كان هو كان كوبي براينت كان شوتينج جارد اكتر منه. بس انا شايف احسن اربعه ممكن حتى تتعلم منه اكوادالا اللي هو بيلعب في بيلعب في ووريرز، يعني لعيب جامد قوي يعني، بيتهيألي ده محتاج تتعلم منه كتير. انا برضه بتفرج عليه وبلقط منه كذا حاجه بس الماتشات بتيجي الساعه 3 الفجر بتتفرج فينا محمد؟ لا هايلايتس بقى. ايوه كده لايف بيبقى صعب تيجي 3 الفجر. طب يوسف قول لي برضه، انت يعني اكيد عندك طموحات، اي لعيب في السن ده واحنا كنا في سنك ببقى شايف قدامي رؤيه، شايف طريق بتمنى احققه، شايف نفسك من هنا لغايه ان شاء الله منتخب مصر الكبير، شايف ازاي طريقك؟ لا انا طبعا نفسي اخد بطولات هنا مع النادي، ونفسي طبعا العب بره. نفسي كمان اخش العب في دوري الجامعات بره امريكا اكيد. طبعا ده حلم اي حد طبعا، غير أكيد. ان انا حلمي ان العب فيرست تيم واخد بطولات مع فيرست تيم برضه. بس خد بالك يعني ان شاء الله يعني الجامعات، انا مش بشدك يعني، بس الطريق للجامعات هيبتدي من كاس العالم الجاي. طبعا، لان انتوا بيبقى الوقت ده كله بيبتدي اللعيبه تتخطف تروح جامعات. بس هي مش اخر الدنيا يعني، ممكن حتى لو ما توفقتش ممكن تبعت يعني لينكات وفيديوهات بيتفرجوا عليك يعني، خاصة ان احنا عندنا لعيبة كتير جدا يعني موجودة في الجامعات. طب قول لي بقى مين مسك الاعلى في النادي الاهلي؟ على مدار التاريخ يعني، وعلى كمان عالمية. طبعا مسك الاعلى كابتن جمال وطبعا السلاوي صغير وكبير طبعا. وطبعا مسك لي لعيبة كتير من الدرجة الأولى عندنا طبعا. كتير. طب على في مصر مش لازم النادي الاهلي برضه، في مصر مين؟ في مصر هم جمال والاثنين سلاوي. طب بالنسبه للان بي اي بقى واللعيبه اوروبا؟ الان بي اي طبعا ستيفن كيري وويسبروك وليبرون. انا بقول لك يبقى انت بتحب تلعب، وانا على طول كده بص بجيبك على طول. طب قول لي يعني برضه النادي الاهلي علمك حاجه يعني، كلنا خلينا نتفق ان انت الحمد لله كلكم محظوظين ان انتوا لعبتوا في النادي الاهلي، وانا على المستوى الشخصي كنت محظوظ ان انا لعبت في النادي الاهلي. علمك ايه النادي الاهلي؟ استفدت ايه؟ شايفه ايه في النادي الاهلي ما شفتوش بره؟ كله طبعا حلم اي حد. عايز تضحك هو مش شايف حاجه. طبعا هو حلم اي حد ان احنا ان هو يلعب في النادي الاهلي. النادي الاهلي علمنا حاجات كتير قوي يعني، علمنا مثلا ان احنا ما نستهترش باي ماتش، حتى لو احنا حتى لو هو نسجم احنا ما نستهترش باي ماتش. كلنا فرقه واحده، اللي في الملعب زي بره الملعب، كلنا اخوات، احنا عيله قبل ما نبقى فرقه. برافو عليك. وطبعا علمنا ان احنا نفضل ندوس على نفسنا، مفيش حاجه اسمها مثلا حتى لو انا حاسس ان انا بنسبه 1% ان انا اخسر ماتش ان انا انزل ما العبش، لا طبعا انا انزل واموت نفسي. صحيح، برافو. طبعا غير يعني الاهلي يعني حاجه ثانيه بقى، حاجه كبيره طبعا. وكمان طبعاً انت محظوظ بتمرن في صاله مغطاه، بتتمرن في جو كويس، بتمرن في اكويبمنت او اجهزه نظيفه، جيم نظيف، نعمه لازم نستغلها عشان طبعاً تقدر تتطور بيها احسن اكيد. بس انا نسيت اسالك، انت مسك الاعلى مين؟ طبعا كابتن ابراهيم جمال وحضرتك. ربنا يبارك. ومين تاني بره بقى يعني في مصر؟ في مصر هنا بره في انديه ثانيه طبعا شريف جنيدي. طبعا شويت رامي جنيدي. رامي جنيدي بره طبعا مثلا كوبي براينت، كايري ايرفينج، ليبرون جيمس. ليبرون جيمس. بس خد بالك برضو يعني دايما انا بسال ليه محليا وعالميا بيبقى يعني صعب شويه، لعيبه الام بي بيبقى ليهم اجسام معينه شكل معين، بس مهم تتعلم منهم. بس يعني
شايف ازاي يعني، شايف انت سكتك ازاي لغايه الدرجه الاولى، شايف ممكن تلاقي نفسك فين، هل محتاج تروح جامعه، يعني شايف نفسك ازاي؟ والله يا كل واحد كله مجتهد ليه نصيب طبعا. طبعا يعني انا شايف ان انا اجتهد دلوقتي مع المنتخب واتمرن كويس، كلنا نتمرن كويس في كاس العالم لو عملنا حاجه طبعا، كل واحد ويركز طبعا في الماتشات. اكيد ان شاء الله الجامعات دي تيجي بعد الكاس العالم، يعني عندك الويلنج تطلع جامعه طبعا. خد بالك في لعيبه تقول لك تيجي عند الجامعه تقول لك لا ماليش في الغربه يا عم انا عايز اقعد. انت يعني ما فيش مشكله معاك؟ لا ما فيش مشكله. طيب في لعيبه برضو بجامعات مصريين دلوقتي، في ايهاب، في انس، يعني شايف عايز تبقى زي مين في جامعه من الجامعات دي؟ طبعا انس. انس اه لويس فيلي احلى احسن جامعه هي بصراحه. يا رب يا رب نشوفك هناك ان شاء الله. ان شاء الله. طب عمر، طيب قول لي بقى انت شايف نفسك ازاي يعني، او شايف مستقبلك ازاي، عايز تحقق ايه، عايز توصل جامعه يعني، قول لي برضو. هو اكيد اي حد عايز يوصل لجامعات بره وبالذات امريكا عشان هي بقى اللي هي التوب في الباسكت. اكيد اكيد اي حد بيتمناها. وفي مثلا لو في مصر، لو كملت في مصر يعني عايز ابقى اكمل فيرست تيم في الاهلي يعني، ما اروحش اي فرقه ثانيه، ونجيب بطولات بقى كتير يعني، ونسعد الجماهير بتاعت الاهلي. والجامعات بقى ده حاجه لازم يعني لازم اي حد يسعى لها. طب يعني باباك ومامتك مش هيقفوا في طريقك؟ اصل ساعات ابهات يقول لك لا ابني ويقعد جنبي وبتاع. هم يساعدوني يعني. لا يعني هم مرحبين بالفكره ولا؟ اه مرحبين. مرحبين بالفكره. بس برضه يعني الدراسه برضه مهمه. ما طبعا ما انت رايح جامعه، ما انتش رايح تلعب بس، لا انت رايح تدرس. لازم بقى اللي هو اروح التزم في الدراسه والباسكت وكل حاجه، فكله يبقى متكامل يعني. طب عايزك تقول كلمه اخيره قبل ما نختم، يعني كلمه يعني عن طموحاتك بتوجهها لجمهور النادي الاهلي، كلمه قول كلمه اخيره كده. هو ان شاء الله احنا بنوعد جماهير الاهلي ببطولات السنه دي، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونكمل في فيرست تيم بقى. و يلا ربنا يوفقك. يعني مؤمن عايز اسمع كلمه اخيره. طبعا احنا نوعد جماهير برضو الاهلي اللي احنا كل البطولات السنه دي، وان شاء الله لو لينا دور في فيرست تيم ان شاء الله نجتهد ونعمل اللي احنا عايزينه وناخد بطوله ان شاء الله. طب محمد ايه؟ ان شاء الله هنحسب كل البطولات السنه دي ونفرح الجماهير برضو، مش هنخلي حد يعني يبقى متضايق من مستوانا السيزون ده. السيزون ده مستوانا هيبقى عالي ان شاء الله، وهنأدي كلنا ان شاء الله. البطولات كلها هتبقى في النادي ان شاء الله، ومع الفيرست تيم ان شاء الله لو ربنا كرمنا وكملنا او طلعنا لعبنا واحنا في السن ده نأدي ان شاء الله وننافس في كل البطولات ان شاء الله. يوسف، هو نفس الكلام طبعا لمؤمن وعمر وتوكي قالوه، يعني ممكن ما اضيفش حاجه عليه، بس ان شاء الله ربنا يوفقنا و ان شاء الله ونطلع قدها باذن الله. ان شاء الله باذن الله. يوسف ليه؟ واحنا برضو انا نفس الكلام طبعا، هنحسب نفس الكلام، احنا عايزين نحسب كل اللي احنا نلعبه السنه دي، المنطقه والجمهوريه، وعايزين ان شاء الله اللي ليه دور مع الفيرست تيم يبقى كامل يعني على اكمل وجه، وان شاء الله ربنا يوفقنا في كاس العالم ان شاء الله. بشكركم شكرا جزيلا يا جماعه، نورتوني محمد ويوسف ويوسف وعمر ومؤمن، نورتوني وشرفتوني ومزيد من البطولات، فرحتوني وحسيت ان في ان شاء الله مستقبل كبير هيكون جوه النادي الاهلي في مصر ان شاء الله. نورتوني يا جماعه. اعزائي المشاهدين انتظرونا لسه ليه مكملين مع هذا الجيل، هينضم لنا كابتن احمد الجارحي المدير الفني لهذا الفريق اللي يعني حصد معاه 3 بطولات، وهينضم لينا كمان 2 لعيبه الشاركو ادم خيري، ومعاه طبعا عبد وبودي حسام هينضم معانا في الفقره اللي جايه. ما تروحوش بعيد، هنحط الضوء اكتر واكتر على هذا الفريق. لحظات وارجع لحضراتكم من جديد. اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه زي ما قلت لكم الجيل ده عمل طفره كبيره، 3 بطولات بدون هزيمه دي بتبقى صعبه في السن ده. السن ده ممكن ياخد بطوله بس ممكن يخسر ماتش واثنين وثلاثه. مش كده بس، هم كانوا في ظهر الفريق الاول. الفريق الاول خرج من بطوله افريقيا مجهد تعبان في دوري المرتبط، خسر مباراتين ثلاثه في بدايه المباريات، ولكن الفريق المرتبط لما كسب كل مبارياته سهل المهمه كتير على طارق خيري، كابتن طارق خيري في الدرجه الاولى، وكان احد العناصر المهمه او الاساسيه في ان احنا حصلنا على الدوري المرتبط. الحقيقه
جيل مميز، مجهود اتعمل، شغل حصل من 3 4 سنين عشان نلاقي جيل. وعلى فكره قطاع الناشئين كابتن طاهر رجب، يعني طبعا مدير قطاع الناشئين او رئيس قطاع الناشئين في النادي الاهلي، مجهود مستمر، شغل دايما مستمر عشان نشوف المنظر اللي احنا شايفينه. طبعا ضمننا في الاستوديو اللي برحم بيهم من كابتن احمد الجرحي المدير الفني لفريق النادي الاهلي تحت 16 سنه. اهلا بيك يا كابتن. اهلا كابتن هيثم، ازيك؟ نورك. الحمد لله. وانضمنا طبعا لاعب الفريق او صانع العاب الفريق، اللاعب المميز ان شاء الله هيبقى له شأن كبير، عبد الرحمن بودي او بودي حسام. اهلا بيك. اهلا بيك، نورنا. وانضمنا طبعا لاعب الفريق ادم خيري، احد اللاعبين المميزين ادم، اللي كان ليه دور كبير جدا في حصول النادي او حصول الفرقه على 3 بطولات. اهلا بيك يا ادم. الحقيقه طبعا يعني عايز اخش بسرعه في الكلام، اروح لكابتن احمد. يعني اكيد 3 بطولات يعني ما جوش من فراغ. ابتديت ازاي مع الفريق؟ اخترت العناصر ازاي في الاول؟ يعني كلمنا عن مشوارك في 3 بطولات. الحقيقه كابتن هيثم، في الاول طبعا هو المجهود ده مجهود مش السنتين اللي انا مسكتهم فيه، ده مجهود السنين اللي قبليها كمان. في مدربين محترمين اشتغلوا معاهم، بدايتي معاهم انا كنت بشتغل في كمدرب عام لفريق درجه اولى، اما نزلت مسكت الفريق المرتبط لوحدي. في البدايه كان الجيل اللي قبليهم جيل 2000 موجود بعض اللعيبه كتير منهم، بس انا من متابعتي للجيل ده في 14 سنه حطيت الاولويه للجيل 2001، ان هو الجيل اللي انا حسيت ان هو ممكن نطلع منه لعيبه النادي الاهلي. فكان اي تقارب في المستوى ما بين 2001 و2000 انا كنت بفضل 2001. فبقت القايمه عندنا 18 لعيب، منهم 14 لعيب مواليد 2001. ودي جديده على فكره، ان يبقى السن الصغير في الفريق هو الاكثر عدد. تمام، بس كان في عامل نفسي طبعا، هم في 14 سنه جيل 2000 وكان بياخدوا دايما معاهم اميز 3 او 4 من جيل 2001. صحيح. اتهزموا في 14 سنه من مباريات سواء من الاتحاد او من السموحه، فكان في عامل نفسي ان هم ما عندهمش ثقه المكسب. صحيح. فما لعبنا اول سنه الحمد لله كسبنا، خدنا بطوله القاهره، وفي الجمهوريه اتغلبنا ماتش واحد، لعبنا 48 ماتش في الموسم ده، كسبنا 46 من 48 ما شاء الله. فده اداني المؤشر ان شاء الله السنه اللي جايه احنا راكبين، احنا هنركب باذن الله. طبعا الكلام ده كله جه بمجهود كل الناس، اولهم كابتن عاصم السعداني الجهاز الفني الدرجه الاولى، كابتن طاهر رجب، زائد ان بصراحه العامل الاول في كل ده اللعيبه. اللعيبه شخصياتهم هم فعلا شخصيات تحس ان هي لعيبه اتربت جوه النادي الاهلي، واللي انا كنت بحاول ازرعه فيهم على طول ان يعني ان تيشرت النادي الاهلي يعني تقيله ما بيلبسهاش اي حد. الصغير هي بتكبره، اللي خبرته قليله خبرته بتزيد مع تيشرت النادي الاهلي. فهم بصراحه رجاله جدا خالص. احنا كنا بنعمل جوابات غياب من المدرسه، حضرتك عارف ان السن ده بيتعمل له جوابات غياب عشان يحضر الماتش. لا، احنا كنا بنعمل جوابات غياب عشان نتمرن الصبح ونتمرن بالليل. وكانوا بيلتزموا كانوا هم اللي بيطلبوا. انا كنت بخلص التمرين، ممكن ملعب البنات حضرتك عارف عندنا ملعبين جنب بعض، بنخلص التمرين الساعتين بتوعنا بيبقى هم يا كوتش طب نكمل تاني، بنروح ملعب البنات نكمل نزود عليهم. هم كل واحد بعيد عن التمرين بينزلوا يشوطوا لوحدهم، بيخشوا الجيم لوحدهم، بس طبعا بيبقى بالتنسيق مع بعض عشان ما يبقاش في اوفر لود عليهم في الاصابات. فلما جت السنه الثانيه اللي احنا فيها دي، انا كنت عارف ان المنافس الاقرب لينا هو سبورتنج، بس احنا كعامل نفسي كسبناه السنه اللي قبلها 5 مرات. فرقة محترمة جدا ومنظمين جدا، مدربهم كابتن شمس مدرب محترم. لعبناهم السنة دي 3 ماتشات فاينلز، كسبناهم الثلاثة، وكان لينا هدف. أنا قلت لهم في بداية الموسم، أنتوا كسبتوا الجمهورية في 14 سنة، إيه الجديد لو خدتوا الجمهورية في 16 سنة؟ مفيش جديد. حطيت لهم هدف. الهدف بينقسم لحاجتين، أول حاجة أكبر عدد منهم يلعب في منتخب مصر. الهدف الثاني إن من 16 سنة تطلع تتمرن في الدرجه الاولى والجهاز الفني درجه اولى يحط عينه عليك. وده حصل وده بالنسبه لي هو مكسبي. يعني ده مكسبي انا، مكسبي مش ان 3 بطولات خالص، انا مكسبي ان 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 فعلا ما شاء الله كتير منهم لعبوا في المنتخب 5، وكان في طبعا بودي وادم يعني يستحقوا طبعا مع زمايلهم ان هم يكونوا متواجدين، وان انت تطلع من 16 سنه وحضرتك يعني عارف الكلام ده، تطلع من 16 سنه تتمرن درجه اولى دي صعبه قوي. طارق خيري كابتن طارق خيري استعان بيهم، صعبه جدا يعني. انت دي فتره لسه في فروق جسمانيه كبيره، لكن هم قدها، وانا عارف طموحهم وعارف شخصيتهم ان هم جوه الملعب، وده اللي اتعملناه مع بعض ان احنا صحاب بره الملعب، ما بتتعاملش كمدرب ولاعيبه. اول ما نخش بين الاربع خطوط خلاص مفيش هزار، شغل. في شغل، وهي شخصيتهم ساعدتني جدا جدا جدا، هم العامل الاول في المكسب قبليه وقبل اي حاجه جوه النادي.
كلام محترم يا كابتن احمد يعني، وكلام ينم عن واحد فاهم هو بيعمل ايه. يعني اجي لك ادم، انت يعني اكيد الموسم ابتدى زي ما كابتن احمد بيقول اشتغلت، وكان عندكم هدف ان انتوا تاخدوا اكبر عدد من البطولات، يعني الموضوع كان فيه تعب، يعني وصف لي الرحله دي كانت ازاي؟ والله احنا يعني كابتن احمد كان يعني ما دخلش علينا باي حاجه من خبراته، كان بيمرنا صبح وليل، كناش بنريح خالص يعني، كان بيشتغل معانا واحنا كنا من جوانا عايزين نعمل حاجه للنادي الاهلي يعني، كنا ما كناش بنريح خالص، كان يعني بنشتغل على يعني في التمارين نشتغل ان احنا يعني ما بنحبش نهزر في التمرين، بره التمرين بنهزر بنعمل حاجه، لكن في التمرين احنا حاطين قدامنا ان احنا يعني في الدوري زي دوري مرتبط كان بقاله كتير قوي ما دخلش النادي الاهلي يعني، كان عايزين نعمل حاجه جديده ان احنا مثلا ما فيش جيل قبل كده خد 3 بطولات منطقه ومرتبط وجمهوريه، الحمد لله احنا اول جيل عملناها يعني، كان نفسنا نعمل حاجه للنادي الاهلي كبيره يعني، الدوري زي دوري مرتبط ده كان بقاله يعني فتره ما دخلش النادي يعني، الحمد لله تعبنا على قد ما قدرنا ان احنا كان نجيبه، وميزه كابتن احمد ان هو كان بيخلينا نفكر الماتش بماتشه يعني، مثلا عندنا مثلا ماتش اتحاد النهارده وعندنا الفاينل سبورتنج، نفكر في ماتش الاتحاد لما نكسبه ونبتدي نفكر في ماتش سبورتنج. كلام يعني كلام يعني محترم، وكلام واضح ان انت يعني شربت حاجات يعني، يمكن لعيبه في الدرجه الاولى ما بيعرف يعني مش مدركين الكلام ده، في لعيبه كتير مش في قصدي يعني لعيبه لعبت على مستوى الدرجه الاولى ما بيقولوش الكلام اللي انت بتقوله ده يا ادم، يعني حته ان انت تبقى عارف احترام الخصم، تركيز في التمرين، الحاجات دي مهم جدا. طب يعني عايز برضه اسالك، هل عدم وجودك مع المنتخب ضايقك شويه، هل ولا شايف ده دافع اكبر ان انت تبقى جوه المنتخب؟ هو يعني اي لعيب مكاني كان هيتضايق يعني، بس هو طبعا ده اداني دافع كبير قوي ان انا اشتغل على نفسي من اول فتره اللي انا عرفت فيها ان انا مش في ال 12 لحد منتخب الدرجه الاولى. برافو عليك. يعني مش عشان اطلع بس كاس العالم، لحد منتخب الدرجه الاولى اشتغل على نفسي لحد منتخب الدرجه الاولى لحد ما اوصل لهم ان شاء الله. كلام محترم جدا جدا. يمكن بودي برضو اجي لك، انا بشوفك بتمرن ما شاء الله كتير لوحدك، وبشوفك حتى مركز حتى وانت صغير، كنت كلمتك مره وقلت لك يعني ان شاء الله تبقى ليك شان كبير، شايف السنه دي فادتك ازاي؟ شايف الرحله دي علمتك ايه؟ شايف ان انت خليتك عالت بسقف طموحاتك؟ يعني كلمني عن الانجاز ده. هو يعني في موضوع المنتخب، هو يعني الحمد لله هي وجهه نظر يعني، وانا بحترمها كويس جدا، وكان كابتن احمد اول ما الموضوع ده حصل هو كان اكتر واحد واقف جنبي الفتره دي، وخلاص هي الحمد لله نصيب، وانا الحمد لله راضي بنصيبي. هي فتره وعدت، وخلاص من ثاني يوم على طول ابتدى انزل لوحدي اتمرن لوحدي زي كل سنه، وان شاء الله هكون قد المنتخب ده 100 مره ان شاء الله في كاس العالم نعمل حاجه ما حصلتش قبل كده. كلام وكابتن احمد كان سبب كبير جدا في اللي هو في موضوع المنتخب وموضوع ان انا اكون ليا مستقبل كبير، كان كابتن احمد فيه سبب كبير جدا الموضوع ده. كلام محترم. يمكن انت بتقول صفحه المنتخب انا قفلتها، بس كل الاحترام لاختيارات، وهو ده اللي بيعلمنا النادي الاهلي، هو الالتزام والانصياع الكامل سواء يعني مع الفريق او مع المنتخب. ان شاء الله تتوفق وتكون ان شاء الله اكيد مع منتخب مصر يعني مراحل كبير جدا. بس قول لي السنه دي برضو اكيد فادتك بحاجه، اكيد وجودك كصانع العاب مع هذا الجيل يعني علمك حاجات، كلمني عن الرحله دي، استفدت ايه وايه اللي انت فدت بيه فرقتك؟ هو انا تقريبا كابتن احمد ما بخلش علينا باي حاجه، هو كان دايما معانا في كل الوقت، كان كل يوم يتمرن تقريبا، ما فيش عندنا يعني فرقتنا كلها ما فيش فيها واحد يعني كابتن عزيز هو نجم يعني، كلنا زي بعض وكلنا بنتمرن عشان لا نوصل بس النادي الاهلي هو ياخد بطوله، ما حدش بيفكر في نفسه قد ما بيفكر في فرقته. هو ده اللي علمنا كابتن احمد، علمنا الروح، علمنا امتى الفرقه اللي احنا بنلعب بيها مش اي فرقه بنلعب بيها، فدي الحمد لله فادتني كتير جدا في الحياه عامه يعني، ان احنا نتعب عشان نوصل لحاجه معينه، مش حد لو احنا احسن فرقه دي بتيجي باللي احنا نقعد في البيت وكده، المفروض نتعب اكتر عشان نسبه الناس كلها ان احنا نبقى احسن فرقه، وان شاء الله يعني مع كل سنه بنزيد اكتر، وان شاء الله من اول سنه 18 لحد الدرجه الاولى مفيش بطوله تخرج بره النادي ان شاء الله. طب انت شايف انضمامك او كابتن طارق خيري صعدكم مجموعه تتمرنوا مع الفريق الاول وانتوا لسه عندكم 16 سنه، شايف ده هيفيدك ولا لا؟ طبعا هيفيدني كتير جدا ان انا اخد خبره مثلا مع كابتن زي مودي جرحي او كابتن مهند صباغ، لعيبه ليها اسامي كبيره جدا ولعيبه عملت تاريخ نفسها، ف يعني الفرق بيننا بيبقى كبير، بس يعني اقدر اخد خبره معاهم واقدر اتمرن معاهم، دي حاجه هتفيدني انا في مع 18 لحد ما اطلع درجه اولى عشان اكون جاهز اكتر من دلوقتي يعني، دي هتفيدني خبره اكتر. وانت ادم شايف ده يعني؟ طبعا دي فده لاي لعيب، لعيب من 18 سنه هيطلع يلعب مع الدرجه الاولى هياخد خبره غير طبيعيه، ان هو لما يجي ينزل يلعب مع فرقته هيبقى في فرق كبير قوي. صحيح. هتسهل علينا الماتشات، هيبقى في خبره عاليه، هيبقى في تحمل اكتر، في تفكير غير التفكير. لما بتلعب مع لاعب اكبر منك في الملعب
اكبر منك وجسمانيا وخبره عنك طبعا وسنا، هل يعني بتلعب برجوله ولا بتقول لا ده اكبر مني؟ يعني كلمني عن تمرينك مع الدرجه الاولى، بتلعب برجوله ولا وبتخش وبتزق وكده ولا بتبقى لسه في حته رهبه شويه؟ لا هو يعني في الاول اول تمرين الصراحه كنت يعني كان في الاول الآن توتر على طبيعي. بس لما دخلت مع يعني بقيه اللعيبه كابتن سيف سمير وكابتن مصطفى الشافعي حسسوني ان انا يعني زي اخوه، ما فيش فرق ما بيننا، ما حسيتش خالص باي حاجه. وحسوني كابتن سيف سمير كان يقول لي العب جامد، خش زقني، نط يعني العب بقوه، ما تخافش يعني عادي ما فيهاش حاجه. والمفروض اصلا يعني من غير ما كانوا يقولوا لي المفروض انا كنت العب على كده عشان يبقى لي مكان في الدرجه الاولى. صحيح. يعني برضو بيتهيألي شخصياتكم، انا قعدت معاكم اهو، شخصياتكم شخصيات مركزه، شخصيات عايزه تعمل حاجه، وهو ده الجديد وده الحلو. لازم انتوا وجودكم معايا النهارده ده رساله للاصغر منكم، ان اللي هيشتغل هيلاقي في يوم من الايام يعني تعبه هيبقى هيترجم لبطولات، هيترجم لمستوى، هيترجم لحاجات كتير جدا. طيب خليني برضه اسالك ادم، انت اكيد ليك مثل اعلى جوه النادي وبره النادي، انت شايف نفسك مين اللي ممكن تبقى زيه واكيد ممكن تبقى يوم احسن منه؟ وانا الصراحه مصري الاعلى في الدرجه الاولى كابتن طارق العنام، بس يعني عشان اكون زيه او احسن منه محتاج شغل كتير جدا. اكيد جدا جدا اكيد. كابتن طارق العنام مش من اي حد يقدر يكون في مستواه اكيد طبعا او يعدي يعني التاريخ كبير جدا. طيب بالنسبه للمستوى العالمي، انا العالمي انا بحب في الام بي لعيب انتوني ديفيس. شايف نفسك فيه وشايف نفسك تقدر تأدي زيه كده؟ اربعه يا بقى. طب انت بودي هنا وبره؟ في مصر شايف كابتن مودي جاحي وكابتن مهند صباغ، ان شاء الله على المستوى العالمي ستيفن كيري وكيري ايرفينج. بالظبط. انت مركز على البوينت جاردات ومركز عايز تبقى واحد صرف يعني عايز تبقى بوينت جارد صرف، بس ان شاء الله تبقوا احسن باذن الله. يعني كابتن احمد اجيب برضه حته دعم النادي الاهلي المستمر ليك او دعم النادي الاهلي للي بيشتغل واللي بيتعب، يعني شايف الدعم ده بيعود ازاي على قطاع الناشئين واللي انت تعتبر فيه يعني ضلع كبير؟ بصراحه يعني كل انا اشتغلت سنتين في الجيل المرتبط، كان كل الدعم من مجلس اداره النادي الاهلي والنشاط الرياضي كابتن عاصم السعداني. بصراحه مفيش حاجه ما عملوهالناش، يعني اي معسكرات بنطلبها بنروحها، يمكن وافقونا على طول اول ما جالنا الدعوه للاشتراك في بطوله دبي الدوليه، سافرنا لعبنا في بطوله دبي الدوليه ولعبنا فرق كبيره زي بايرن ميونخ، خدنا تاني بارتيزيان، لعبنا مع بارتيزيان في الفاينل، وبارتيزيان طبعا عارف صربيا الصربيه ولعبت قدامها طبعا، عارف ان الفروقات كبيره جدا. احنا كسبانين 38 دقيقه ونص، يعني خسرنا بكورتين في اخر الماتش. بارتيزيان ده من اقوى الفرق في اوروبا يا جماعه، عشان بس اللي عارفين بارتيزيان اللي لعبناه، لان الفريق 16 سنه النادي الاهلي سفره يلعب بطوله دوليه في دبي، كان مشارك فيها بارتيزيان وفرقه كمان من المانيا بتظنها كابتن بايرن ميونخ ولا بايرن ميونخ، والحقيقه خدنا فيها تاني. فدي يعني كان الجيل ده مبشر والنادي الاهلي ما بخلش، يمكن كان اول فرقه 16 سنه على مستوى مصر كلها تشارك في بطوله دوليه في الاخر، وكنت انت فاق معاهم يا كابتن. بالظبط. ويمكن كمان المعسكراتنا يعني ممكن يكون دايما غالبا، يعني حضرتك عارف ان الدرجه الاولى دايما بتعسكر في فنادق مختلفه عن الناشئين. صحيح طبعا. لا ما حصلش، يعني كابتن عاصم النشاط الرياضي وكابتن طاهر الدرجه الاولى كان القعده في الدرجه الاولى الفرقه المرتبطه بتقعد معاهم، دي كمان بتقرب اللعيبه الصغيره من اللعيبه الكبيره، يعني بيشوف قدوته بيشوف قدوته ازاي يعني بيحاول ان هو يقلده في تصرفاته، يعني ممكن بيكون بتكبره بدري، يعني بيكبروا بدري حتى خارج الملعب. انا صحيح. شايف ان بره الملعب لا يقل عن داخل الملعب طبعا، اهميه طبعا، لان الثقافه دايما الرياضيه للناشئ دايما هي بره الملعب. فلا الحمد لله النادي ماشي شغال كويس جدا، مش في السنتين دول، النادي بقاله على الاقل 7-8 سنين صحيح شغال في قطاع الناشئين بطريقه كويسه. الحقيقه كابتن طارق رجب يعني الحق يقال الراجل لا يقل طبعا، وكابتن طارق خيري معاه الحقيقه بيوفروا كل ده. بس انا عايز بس اقول حاجه، انتوا بتعملوا حاجه كويسه جدا برضو يا كابتن، بيبقى عندك جيل مثلا لما بيضموا جيلين على بعض بيبقى عند الاهلي تخمه في اللاعبين ما شاء الله، عدد كبير جدا من اللاعبين، بتعملوا انتوا حاجه يعني برضو بتحكيها لنا على الهواء عشان تحافظ على لعيبه النادي الاهلي؟ الحقيقه احنا النادي الاهلي عنده مبدا انه ما بيعملش فرقتين الف وب، يعني النادي الاهلي دايما عنده مبدا يقول لك لا انا ما فيش اهلي لاعب اهلي، يعني الموضوع ده مش من سياسه النادي الاهلي، فممكن بنعملها بشكل غير مباشر عشان نفيد الولاد كخبرات. احنا بيبقى طالع لنا زي السنه اللي فاتت كان عندنا جيل 2002 جيل كويس بطل برضو، بس كان بعيد شويه عن جيل 2001، طلعناهم فرقه للشرقيه الدخان اعاره،
يلعبوا في دوري مرتبط، فلعبوا ال 40 50 ماتش كاملين، استفادوا بخبرات كبيره جدا، اتمرنوا مع مدرب كويس، رجعوا لنا النادي الاهلي السنه دي يبداوا يلعبوا معانا، وطلع السنه دي 2003 على 2002. طبعا 2003 حضرتك عارف من 14 16 دي سنه يعني بتبقى سنين بلوغ، ففي فروق فرديه كبيره جسمانيه اكتر من فنية. مهاريه او فنيه، فدايما العامل البدني ده بيفرق جدا في 16 سنه. صحيح. فكون ان الولد يروح يلعب سنه كامله بيلعب بياخد 40 50 ماتش دي تحت عينين النادي الاهلي برضه تحت، لا بيتمرنوا جوه النادي الاهلي كمان، يعني انتوا بتوفروا لهم تمرين او اثنين وثلاثه جوه النادي، وبنلعب معاهم ماتشات وديه على طول بحيث ان يبقى في احتكاك ما بين الولاد ويحس ان هو ما خرجش جوه يعني من بره النادي بتاعه. ودي فكره احنا بصراحه يعني. بداناها السنه اللي فاتت واثمرت، والولاد كويسين، ويعني كانوا بداوا اول مره مثلا في تاريخ النادي الشهيد خان ياخد ميداليه في بطوله الجيزه كان على ايد الولاد بتوعنا، رغم ان هم اصغر بسنه عن الجيل اللي بيلعبوا قدامه. فكره كويسه وبتهيألي فكره كويسه طبعا وفادت ثمارها، والنادي الاهلي ما بيفرطش في اولاده يعني بيسيبهم يرجعوا له تاني طبعًا. يكون مستواهم احسن كلهم يعني. انا احنا روح اعاره السنه اللي فاتت 11 لعيب، انا متسجل معايا السنه دي منهم تسعة استفادوا وعلوا طبعا. تسعة ده رقم أكيد. كبير من أكيد. 11 أكيد. يعني اكيد. طب انت قول لي يعني شايف طموحاتك انت على المستوى الشخصي كمدرب، يعني عايز توصل فين؟ يعني انا عارفك على المستوى الشخصي انت من المدربين القليلين اللي بيبقى ليه استراتيجيه وبيلعب المباراه باستراتيجيه سواء هجوما او دفاعا، وكمان ليك استراتيجيه كتدريب طبعا. انت شايف يعني لا ما شاء الله دي حقيقه يعني، بس انت شايف نفسك عايز توصل لفين؟ شايف طموحاتك ايه؟ والله انا طموحاتي يعني الحمد لله ما لهاش حدود، يعني اي مدرب طموح يعني اتمنى، انا كانتمائي النادي الاهلي اتمنى ان انا اوصل في يوم من الايام ابقى مدير فني النادي الاهلي، مدير فني منتخب مصر. حقك طموحك. على المستوى انا دايما يا كابتن هيثم مش بحب اشتغل في، حتى لما اشتغلت في فرقه ناشئين انا كنت الاول اشتغلت 3 سنين في الدرجه الاولى، لما اشتغل فرقه الناشئين مش بشتغل، انا بحب اعمل ايه يعني جيل 2001 كان بالنسبه لي زي مشروع، انا شرحته لحضرتك مش مشروع البطوله ان احنا نكسب بطوله، ياما اخذنا بطولات في قطاع الناشئين، ياما اخذنا بطولات وفي الاخر مفيش حد كان بيطلع من الاجيال، لكن كان المشروع بتاعي كان لعيب مثلا قاعد مع حضرتك قبلينا يوسف المعداوي، يوسف كان بيلعب بيفوت بوزيشن 4 و5، يوسف انا قلبته بوزيشن 3 ما شاء الله استجاب بسرعه جدا، وان هو يبقى طوله يعني معدي 190 تحت 16 سنه وبيلعب في البوزيشن ده دي حاجه ممكن كويسه جدا، تغيير تجديد فتحت له السكه هيبقى ممكن دي ممكن توديه لمكان بعيد جدا، ان هو الولد عايز ان هو صحيح. ما شاء الله عليه صحيح. هايل. ونفس الكلام يعني انا معودهم طوال قصيرين، مش بايدهم ببوزيشن، انا عندي اعتراض جدا عن اللي بيايد في السن ده لعيب ببوزيشن انت بتلعب اربعه، لا لازم يلعب كلهم بيعرفوا يعملوا دريبل، كلهم بيعرفوا يشوطوا، كلهم لازم يكونوا بيعرفوا يخشوا، لو حصل سويتشات اللي هو تغيير من مان لمان، يعني ادم لما يمسك بودي ما ينفعش بودي، يعني الطبيعي بودي يقدر يخش لا يقدر يدافع عليه ادم لا يقدر يدافع على بودي، هو ده الاستراتيجيه اللي احنا اشتغلنا بيها، فدايما بحب اشتغل تدريبيا ان انا يبقى عندي مشروع انا حاطه قدام عينيا، مش بشتغل هو انا مدرب في النادي الاهلي وفرحان وماسك اي فرقه، لا يعني هو بالنسبه لي لازم يكون في رؤيه للمستقبل. يعني ما شاء الله يعني نجحت باقتدار يا كابتن احمد، ربنا يخليك وربنا يوفقك دائما ابدا في مشوارك. يمكن برضو اخد كلمه من ادم، يعني قول لي طموحاتك ايه، يعني كلمه اخيره حتى توجهها لجمهور النادي الاهلي. وانا طموحاتي يعني ان شاء الله نفسي من يعني من دلوقتي لحد الدرجه الاولى يعني ما اخرجش بطوله بره النادي الاهلي. برافو. نفسي يعني ما فيش ولا بطوله من اللي هلعبهم ان شاء الله مع النادي الاهلي ما فيش ولا بطوله تخرج بره. برافو. نفسي اجيب للاهلي كل البطولات. طب وكلمه للجمهور تقول له ايه؟ على فكره الجمهور متابعك يعني بشده، لان اي جيل بيكسب اكيد الجمهور بيبقى لا الجمهور يعني بصراحه كان مع كابتن يعني ساعه 16 كان وانا في كل حته كان بيسافر لنا، حتى في بطوله دبي كان في ناس صحيح سافروا لنا دبي وكانوا موجودين معانا، يعني احنا ان شاء الله يعني هنحاول نفرحهم على قد ما نقدر، يعني هنحاول يعني نجيب لهم كل البطولات ان شاء الله. جمهور النادي الاهلي ده اصلا يعني اهم حاجه قبل اللعب قبل كل حاجه، رقم واحد الجمهور رقم واحد، يعني غير الجمهور مش يعني مش عارف نلعب. كلام جميل وكلام محترم بودي، يعني طموحاتك وكلمه تقولها لجمهور النادي الاهلي. هو طموحاتي مع في حياتي انا الشخصيه يعني ان شاء الله باذن الله يكون هدف اللي هو منتخب ان شاء الله درجه اولى ودرجه اولى مع النادي الاهلي، واقدر احقق كل البطولات ان شاء الله من اول 18 لحد ان شاء الله فيرست تيم ان شاء الله. وانا بقعد بنوعد يعني مش انا بس اللي بقعد، كلنا ان شاء الله جيل 2001 كله بيوعد جمهور النادي الاهلي اللي ما فيش بطوله ان شاء الله من اول 18 لحد الدرجه الاولى،
في البطوله ان شاء الله تخرج بره النادي، والنادي الاهلي هيرجع لمكانته الطبيعيه، وان شاء الله يعني هنقدم المسؤوليه دي وقد الدعم ده كله، وهنكون قد المسؤوليه ان شاء الله. شكر جدا يا بودي، نورتني وشرفتني، والتوفيق وربنا يكرمك ومزيد من التوفيق ليك ولكل جيلك ان شاء الله. ربنا يخليك ادم، متشكر جدا، نورتني وشرفتني، وان شاء الله نشوفك في منتخب مصر الكبير زي ما بتحلم باذن الله. كابتن احمد نورتني الحقيقه، وكان لقاء جميل وسعدت بيه وسعدت بكلامك على الباسكت وحماسك، ان شاء الله ربنا يكرمك ويديك على قد مجهودك يا كابتن. ان شاء الله ربنا يخليك يا كابتن ياسر، انا اتشرفنا ان احنا كنا مع حضرتك النهارده. اهلا بيك يا كابتن، نورتنا. اعزائي المشاهدين، وقتنا مر سريعا في ملوك الصالات. الحقيقه الواحد بيبقى سعيد جدا لما يعني بيلاقي اجيال وبتسلم اجيال وبقى في حماس زي ما شايفه مع اللاعبين. كمان حطينا الضوء على بعض اللوائح اللي اتحطت واللي حصل فيها يعني ظلم على النادي الاهلي، اتكلمنا عليها برضو، وكان معانا طبعا نجوم الاسكواش وكابتن ناصر زهران. الحقيقه يعني نتمنى نكون اسعدناكم بالحلقه دي، انتظرونا الجمعه اللي جايه ان شاء الله في حلقه جديده من ملوك الصالات. هنشتغل اسبوع كامل بحيث ان احنا نقدم لكم ما هو جديد في ملوك الصالات. شكرا جزيلا على متابعه حضراتكم، نلقاكم ان شاء الله يوم الجمعه القادم. شكرا جزيلا.